قوله عليه الصلاة والسلام: فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم. هذه الجملة تابعة للزكاة، قال: وإياك وكرائم أموالهم. يستفاد من هذه الجملة أن الزكاة تدفع لولي الأمر، وأن المزكي متى ما دفعها إلى ولي الأمر فإن ذمته تبرأ، حتى لو شك في صرفها منهم للفقراء وطلبوها فيدفعها إليهم وتبرأ ذمتهم. قيل لابن عمر رضي الله عنهما: إنهم ليأخذونها ويشربون بها الخمر ويأكلون بها الخنزير، فقال: ادفعها إليهم. ويستفاد من هذه الجملة التحذير من ظلم الغني، فلا يجوز للساعي أن يظلم الغني، وذلك بأن يأخذ الكريمة من ماله. والكريمة إما أن تكون كريمة بغزارة لبن أو وفرة صوف أو حسن صورة. ومن الفوائد أنه كما يحرم على الساعي أن يأخذ النفيسة من أموال الغني، كذلك يحرم على الغني أن يدفع الرديئة. قال عليه الصلاة والسلام: ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق. ومن الفوائد أن كلمة إياك أداة تحذير، كما يقال: إياك والظلمة، إياك وترك الصلاة. فمعنى إياك يعني احذروا أو احذر.